بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن في تصحيح بعض التمارين. تمارين التيار الكهربائي للجدع العلمي المشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التمرين الأول، وللتذكير فإن هذه التمارين تم جمعها انطلاقا من الانترنت مجموعة من المواقع سيتم ذكرها في أسفل هذا شريط الفيديو. إذا التمرين الأول، خلال حدوث عاصفة يمكن أن ينتج تيار كهربائي شدته اي تساوي 200 كيلو امبير خلال مده زمنيه تتراوح بين 10 اس ناقص 4 سكوند و 10 اس ناقص 2 سكوند، يعني في مده وجيزه جدا. السؤال الاول، حدد كميه الكهرباء التي تحملها العاصفه خلال 10 اس ناقص 4 سكوند ثم خلال 10 اس ناقص 2 سكوند. ثانيا، إذا اعتبرنا العاصفة ناتجة عن انتقال الإلكترونات، أوجد عدد الإلكترونات المنتقلة خلال هذه المدة، أي 10 أس ناقص 4 ثانية. نعطي E تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. إذا ننتقل الآن إلى تصحيح هذه التمارين. إذا تصحيح تمارين التيار الكهربائي، التمرين الأول تصحيح. إذا السؤال الأول، حساب كمية الكهرباء التي تحملها العاصفة. لدينا العلاقة بطبيعة الحال Q كتساوي E في دلتا T، هذه هي العلاقة، لأن عندنا E كتساوي Q على دلتا T. الآن Q تساوي E في دلتا T. إذن خلال المدة 10 أس ناقص 4 ثانية لدينا Q تساوي 20 كولوم. كيفاش؟ لأن عندنا Q تساوي 200، إذن في 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 4، ومن جهتنا 10 أس ناقص 3 كيلو أمبير، و 10 أس ناقص 4 ثانية خلال المدة، أما خلال المدة 10 أس ناقص 2 ثانية فيكون لدينا كي بريم تساوي 2000 كولوم. علاش؟ لأن كي بريم تساوي 20 في 10 أس 3 في 10 أس ناقص 2 ثانية. ثانيا، عدد الإلكترونات المنتقلة. لدينا العلاقة كي تساوي أو أن تساوي كي على أ، يعني الشحنة الإجمالية مقسومة على شحنة إلكترون واحد، بطبيعة الحال ستعطينا عدد الإلكترونات. إذن لدينا طبعا الحال، لان هذا الشيء جنا من العلاقه التاليه، جنا من العلاقه ديال كي تساوي ان او. اذا خلال المده الزمنيه 10 اس ناقص 4 ثانيه سيكون لدينا ان تساوي 20 على 1.6 في 10 اس ناقص 19، ومنه فان ان تساوي 1.25 في 10 اس 22 كولوم. خلال المده الزمنيه الاخرى لدينا نفس الطريقة، 2000 مقسومة على 1.6 في 10 أس ناقص 16 كولوم، ومنه سنحصل على إن بريم تساوي 1.25 في 10 أس 20. ندوز الآن التمرين رقم 2. التمرين رقم 2، على إثر حك قضيب من البلاستان البلاستيك بفرو قط، تظهر عليه شحنة كهربائية قيمتها تساوي ناقص 10 أس ناقص 8 كولوم، يعني صغيرة جدا. السؤال الأول، هل سبب الاحتكاك زيادة أو نقصان في عدد الإلكترونات القضيب؟ زيادة أو نقصان؟ إذا كان هناك زيادة وإذا كان هناك نقصان فذلك يتعلق بالشحنة الكهربائية، هل هي موجبة أم سالبة؟ سؤال ثاني، أحسب عدد هذه الإلكترونات. ثالثا، ماذا وقع لفرو القط؟ علل جوابك. إذا ماذا وقع لفرو القط؟ يجب تعليل، نعلل الجواب. إذا نمر الآن إلى الجواب للتمرين الثاني، وطبيعة الحال يجب أخذ قسط من الوقت للإجابة عن هذه الأسئلة وتحميل المزيد منها عبر الإنترنت، وعدة مواقع تمنح هذه الطريقة، ونحن الآن فقط نعطي كيف يمكن حل هذه التمارين بالصوت والصورة لتسهيل على الأبناء الأعزاء التصحيح.
لأن الكتابة في الحقيقة صعبة، ولكن عندما نقرأ أو نعطي طريقة بالصوت والصورة يمكن تسهيل الأمر. إذا التمرين الثاني تصحيح، التمرين الثاني، السؤال الأول: تسبب الاحتكاك زيادة في عدد الإلكترونات، القاذيب، لأن الشحنة سالبة، لأن شحنته أصبحت كيو تساوي ناقص 10^-8 كولومب، ونعلم بأن الإلكترونات سالبة. ثانيا، السؤال الثاني: عدد الإلكترونات N المكتسبة من طرف القاذيب. إذا هذا القاذيب عدد إلكتروناته كم هي؟ طبعاً حال لدينا العلاقة اللي كتساوي كيو تساوي N E، وبالتالي فN يمكن حسابها خلال إذا كيو تساوي القيمة المطلقة للشحنة على E. تطبيق عددي، نعوض إذا الشحنة اللي عندنا مقسومة على شحنة إلكترون واحد، سنحصل على 6.25×10^10 إلكترون. السؤال الثالث، نعود تذكير السؤال الثالث. ماذا وقع لفرو القط؟ علل جوابك. إذا نعلل الجواب. ده حسب قانون انحفاض الشحنة، فإن Q زائد Q بريم تساوي صفر، مع Q بريم الشحنة التي يحملها الفرو، وسنحصل على ما يلي: إذا Q بريم تساوي ناقص Q تساوي ناقص 10^-8 كولوم تساوي 10، وهو موجب. الفرو يحمل شحنة موجبة طبعا الحال، لأن الشحنة التي كانت في الفرو انتقلت إلى القاذيب، وبالتالي فالمجموع للشحن هو نفسه، لم يتغير، ولكن هناك انتقال للشحنة. وبطبيعة الحال نمر الآن إلى التمرين ثلاثة. يمر تيار كهربائي في دارة خلال المدة دلتا تي تساوي 10 ثواني، علما أن عدد الإلكترونات التي يخترق مقطع الفرو، أو عفوا مقطع الفرع الرئيسي خلال المدة دلتا تي، هو ناقص 10^20. طبعاً هل السؤال الأول واحد مكتوبش مزيان، هذا تم يعني أخذ التمرين كما هو من الإنترنت من موقع SVT. إذا السؤال الأول، أحسب مدى شدة التيار الكهربائي المار في الفرع الرئيسي. ثانيا، أحسب المسافة التي يقطعها كل إلكترون خلال المدة الزمنية دلتا تي، علما أن سرعة الإلكترون هي V تساوي 0.5 مليمتر، وخصنا المدة هي بار سكوند ولا بار ميلي سكوند إلى متر بار ميلي سكوند. إذا يجب أن نحدد. نعطي E تساوي 1.6×10^16 كولوم. إذا سيتم التصحيح، تمرين رقم ثلاثة، صحيح. السؤال الأول، يحمل العدد N 10 إلكترون المار في فرع رئيسي كمية كهربائية، كل إلكترون الشحنة ديالو هي 1.6×10^19، وحنا عندنا 10^20 إلكترون، وبالتالي سنقوم بعملية ضرب كيو تساوي إن أو. نعلم أن كيو أن إي تساوي كيو على دلتا تي، وبالتالي فإن إن تساوي إن أو على دلتا تي، وبالتالي حصلنا على التيار أو شدة التيار الكهربائي. نعم، ننتقل الآن إلى السؤال أو تطبيق عددي. نقوم بالحساب، نديرو N في N E، علما أن N هي 10^20 في 1.6×10^19 كولوم، ثم على دلتا تي اللي هي 100، سنحصل على شدة التيار الكهربائي هي 0.16 أمبير. السؤال الثاني، نعلم أن السرعة كما هو معروف هي المسافة مقسومة على المدة الزمنية، وبالتالي فإن D تساوي في دلتا تي، سنحصل كتطبيق عددي 0.5 مليمتر بار سكوند في 10^ في 100، سنحصل على الدي هي 50 مليمتر، إذا سيقطع 50 مليمتر أو 5 سنتيمتر. نمر الآن إلى تمرين رقم 4. مصباح جيب يمر فيه تيار كهربائي شدته إي تساوي 30 ملي أمبير عند تغييريته بعمود، يمكنه أو يمكنه أن يمنح كمية قصوى أو قصوية من الكهرباء كي تساوي 84 كولوم. أحسب المدة الزمنية لاشتغال العمود، عندنا إي وعندنا كيو، وبالتالي يمكن
يمكن الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. تصحيح: نعلم أن كمية الكهرباء تكتب كما يلي، وبالتالي لدينا القيم نعوض دلتا تي تساوي كيو على إي، وبالتالي 40 على 60 في 10 أس ناقص 3 سنحصل على دلتا تي تساوي 1 أو 1400 ثانية. يمكن أن نقسمها على 3600 للحصول على كم لدينا من ساعة أو يمكن وهكذا. تمرير رقم 5. تمرير رقم 5: يمر في موصل تيار شدته اي تساوي 20 ملي امبير. السؤال الاول: احسب كمية الكهرباء التي تجتاز مقطع من الموصل خلال 10 دقائق. اذا يجب ايقاف هذا الفيديو والحساب بعد الانجاز بعد المحاولة على الاقل قبل الانتقال الى الجواب. ثانيا: استنتج عدد حملات الشحنة الكهربائية التي تجتاز الموصل خلال نفس المدة. اذا التمرين رقم 5 صحيح. السؤال الاول: كمية الكهرباء التي تجتاز الموصل خلال 10 دقائق. نعلم ان كي تساوي دلتا تي، وبالتالي تطبيق عددي مباشر نعوض سنحصل على كي تساوي 18 كولوم. اذا في هذه الحالة نرجع للمعطيات 30 ملي امبير باش نحولو الامبير نضربو في 10 ناقص 3 10 دقائق وهكذا. اذا 300 في 10 ناقص 3 في 10 في 60 تساوي كي. اذا حتى ديك 10 دقائق يجب تحولها الى الثانية باش يضرب نفس 60 وهكذا. اذا ثانيا: عدد الالكترونات التي تجتاز الموصل هي كي تساوي ان او، وبالتالي ان تساوي كي على ان او. تطبيق عددي نحصل على القيمة ان تساوي 1.12 في 10 أس 1.12 في 10 أس 20. الآن ننتقل إلى التمرين رقم 6. يمر تيار كهربائي شدته 10 أس ناقص 3 أمبير خلال دقيقة واحدة في موصل. احسب كمية الكهرباء وعدد الإلكترونات التي تمر عبر مقطع هذا الموصل خلال هذه المدة. نعطي إذا تقريبا بنفس الطريقة سنحصل على جواب. تمرين 6: كمية كهرباء كي تساوي اي في دلتا تي، ثم تطبيق عددي سنحصل على كمية كهرباء كي. السؤال الثاني: عدد الالكترونات، ولا ننسى بان دلتا تي تساوي 1. اذا رجعوا للمعطيات دلتا تي تقطع هذا الموصل خلال هذه المدة دقيقة واحدة سنحصل على ان. اذا تساوي، اذا غنشدو 6.6 في 10 ناقص 2 ونقسمها على 1.6 في 10 ناقص 19 سنحصل على ان او بنفس الطريقة. اذا التمرين رقم 7: يمثل الشكل اسفله ميناء امبيريمتر مركب في دارة يمر فيها تيار كهربائي يحتوي امبيريمتر على 3 عيارات. نستعمل العيار 0.5 أمبير. نلاحظ أن إبرة الأمبيريمتر تتوقف أمام تدريجة 42. أحسب شدة التيار الكهربائي. يعني إذا الآن سنمر إلى طريقة القياس باستعمال جهاز الأمبيريمتر دون الإبرة. إذا عندك عيارات مختلفة 0.3 0.5 0.1 أمبير، ويجب اختيار العيار بطبيعة المناسب ثم القياس واستعمال العلاقة التي تطرقنا إليها في الدرس السابق. نستعمل العيار 0.5 فنلاحظ أن الإبرة تتوقف أمام تدريجة 42. إذا هذه السي العيار، وهذه ان 42. أحسب شدة التيار مع العلم أن يجب أخذ تدريجات أو تدريجات الميناء. يمثل الشكل أسفل ميناء أمبيريمتر مركب في دارة يمر فيها تيار كهربائي. إذا هنا خصنا الميناء، خصنا قيمة تدريجات الميناء. إذا نطبق القاعدة. شنو كتقول لنا القاعدة؟ تقول بأن إي تساوي سي في إن على إن زيرو. إذا أخذنا مثلا إن زيرو تساوي 100، إذا نتابع الحل. تمرين 7 صحيح. حساب شدة التيار. إذا نعلم أن هذه القيمة إي تساوي سي في إن على إن زيرو، مع إن زيرو هي عدد تدريجات الميناء أو بريمتر، في هذه الحالة عندنا 100، ثم ان عدد التدريجات التي توقف عندها الإبرة، والسي هي العيار المستعمل
تطبيق عددي معوض مباشرة سنجد اي تساوي 0.21 امبير. ثانيا ملء الجدول، بما ان شدة التيار تبقى ثابتة خلال الزمن، اذا اي فهي 0.21 امبير. نرجع نشوفوا السؤال، علما ان شدة التيار الكهربائي تبقى ثابتة وتحتفظ بالقيمة السابقة عند تغيير العيار، املا الجدول. اذا ملء الجدول وباستعمال العلاقة اي تساوي سين ان على ان زيرو، وان هي اي ان على ان على السي. اذا بغينا ان نحولو السي، نحولو ان زيرو عند اي ونقسم على السي، ولو بغينا بطبيعة الحال العلاقة الاخرى سيمكن تطبيق العلاقات الرياضية. اذا ملء هذا الجدول، اولا العيار تدريجات ثم شدة التيار. العيار عندما يكون العيار هو اي سي تساوي 1 امبير وتدريجة هي 21، فان شدة التيار هي اذا نحسب بهذه العلاقة وهكذا. اذا نملا الجدول كما يلي. اذا يمكن الاستعانة بهذا الجدول لاعادة حساب. نمشيو ثالثا، ما هو العيار الانسب، ما هو العيار الانسب لحساب شدة التيار اي؟ طبيعة الحال العيار المناسب يكون قياس الشدة دقيقا، كلما كان انحراف الابرة ابرة الامبريمتر كبير وليس كبيرا جدا، وبالتالي فالعيار الانسب في هذه الحالة لقياس هذه الشدة هو 0.3. فين 0.3؟ عطتنا شدة التيار 0.21 والتدريجة هي 70. زين، نمشيو الآن التمرين الموالي، تمرين 8. يحتوي أمبير متر على أربع عيارات 0.1 أمبير، 0.3، ثم 1 أمبير و 3 أمبير. نستعمل العيار 3 لقياس شدة التيار يمر في دارة كهربائية، فتتوقف الإبرة إبرة الجهاز أمام تدرجة 32 من السلم من 0 ل 100. إذا هذا 100 يعني هي إن زيرو هي عدد درجة ميناء، ثم ميناء ثم 32 هي إشارة الإبرة. أوجد قيمة شدة التيار. إذا صحيح، أولا لحساب شدة التيار قلنا نستعمل العلاقة التالية، تطبيق عددي سنحصل على 0.96 أمبير. لحساب نعم تدرجة 32 8 لحساب ان عدد تدرجات نستعمل العلاقة ان تساوي ان زيرو في اي على السي، في حالة العيار اي تساوي 1 ناقص 0.96 مقسومة على 1 في 100 عطانا 96، في حالة العيار 0.3 نحصل على العلاقة التالية على ان، وبالتالي هنا عندنا 320، ففي حالة العيار 0.1 لدينا اذا 96. لا يمكن استعمال العيار 0.3 والعيار 0.1. لماذا؟ لأنك تتنا الإشارة كبار من الإشارة الممكنة. لا يمكن استعمال العيار هذا لأن عدد التدريجات أكبر من 100، وبالتالي غادي ندوزو الارتياب. الارتياب مطلق دلتا إي يعطى بالعلاقة التالية. إذا هذا فيما يتعلق بالتمرين أو السؤال الثالث. ثالثا أحسب دقة القياس عند استعمال كل عيار، علما أن فئة الجهاز هي 1.5. إذا نقوم باستعمال العلاقة، بما أن لدينا الفئة إذا نحسب دلتا إي تساوي الفئة في العيار مقسومة على 100، في حالة السي تساوي 1 فإن دلتا إي هي 0.15 أمبير ملي أمبير، في حالة السي تساوي 3 لدينا 45 ملي أمبير، في حالة ثم دقة القياس تعطى بالعلاقة التالية كذلك. إذا دقة القياس ثم الارتياب المطلق، الارتياب المطلق كنلقاو بهذه العلاقة، ثم دقة القياس كنلقاو بهذه العلاقة. دقة القياس تعطى بالعلاقة التالية، هذه العلاقة فيها علاقة مهمة، ثم
يمكن الاستعانة ب. إذا في حالة السي تساوي 1 أمبير لدينا 0.015.096، إذا نحصل على 0.015، إذا هي 1.5%. في حالة السي تساوي 3 أمبير لدينا القيمة التالية 0 أو 4.6%. إذا أحسن عيار للحصول على قياس أكثر دقة فهو 1 أمبير. علاش؟ لأن يلا عندنا 1.5% بالنسبة لدقة القياس. إذا دقة القياس فهي لا بريسيزيون أكثر بالنسبة لهذا العيار، لأن كلما كانت دقة القياس صغيرة كلما كان ماذا القياس أكثر دقة. لهذا نستعمل العيار الذي يعطينا أكبر انحراف للإبرة. إذن ننتقل الآن إلى التمرين الموالي، التمرين رقم 9 وهو التمرين قبل الأخير. نعتبر الدارة التالية، حيث الأسهم تشير إلى منح التيارات الكهربائية باستعمال قانون العقد في النقاط A B C D. نعطي E واحد ولا E في نهاية E هي 2 أمبير، E واحد هي 1 أمبير، و E 4 0.5 في نهاية E واحد هي في نهاية E 4 هي هذه عقدة B عقدة C عقدة D عقدة و A كذلك عقدة، ويمكن تطبيق قانون العقد. نعتبر الدارة حيث الأسهم تشير إلى منح التيارات الكهربائية باستعمال قانون العقد في النقاط نعطي. إذا أين هو السؤال؟ السؤال هو أحسب أولا منح التيار الكهربائي، عطينا منح التيار الكهربائي، منح التيار الكهربائي هو محدد، بقات لنا نحسبوا التيارات الأخرى. هذا بعدنا إي وإي واحد وإي أربعة، إحنا محتاجين إي ثلاثة كم يساوي، ومحتاجين إي اثنان بحال كيساوي طبعا تحارب باستعمال قانون العقد. إذا نمشيو للتمرين 8-9، قانون العقد مجموع العقد مجموع التيارات داخل العقدة كيساوي مجموع التيارات الخارجة منها. الدارة الكهربائية هي هذه. بالنسبة للنقطة أ شنو عندنا؟ بالنسبة لهذه النقطة أ فين التيارات الداخلة إليها هي إي، فين الخارجة منها هي إي واحد وإي اثنان، إذا إي تساوي إي واحد زائد إي اثنان. ومنه فإن إي اثنان تساوي إي ناقص إي واحد، سنحصل على 1 أمبير. بالنسبة للعقدة بي فين العقدة بي؟ ها هي فين هما اللي داخلين النقطة بي هي إي واحد، واللي خارجين منها إي أربعة وإي ثلاثة، إذا إي واحد تساوي إي ثلاثة زائد إي أربعة. إذا ومنه فإن إي ثلاثة تساوي 0.5. إذا بنفس الطريقة سنحصل على إي خمسة. وفين بالنسبة للعقدة دي فين العقدة دي هي هذه، التيارات الداخلة هي إي اثنان وإي ثلاثة، والخارجة و إذا إي خمسة. إذا هنا لدينا خطأ، إذا ليس لدينا خطأ وإنما انظر، إذا إي واحد زائد إي اثنان إي ثلاثة زائد إي اثنان زائد إي خمسة تساوي صفر. إذا نلاحظ أن إي خمسة أصغر من صفر، نستنتج أن المنحى الاصطلاحي للتيار في إي خمسة هو من السي إلى الدي وشدته هي 1.5. إذا هذا ليس خطأ وإنما تم تمثيل على هذا الشكل فقط للإيضاح. إذا الآن نمر إلى تمرين 10 والتمرين الأخير. نعتبر الدارة أسفل، حيث تشير الأسهم إلى المنحى الاصطلاحي للتيار المعروفة، علما أن إي واحد تساوي 10 أمبير، إي اثنان تساوي 2 أمبير، إي خمسة تساوي 2 أمبير، إي سبعة 6 أمبير. أحسب شدات إي واحد إي ثلاثة إي أربعة إي ستة وإي ثمانية وأتمم منح التيارات الغير ممثلة في الشكل. إذا لدينا الدارة الكهربائية التالية، إذا عندنا إي واحد إي اثنان إي ثلاثة إي أربعة إي خمسة إي ستة إي سبعة إي ثمانية، العقد A B E D C ثم منح التيار الكهربائي في هذا المنح. إذا نجيب على تمرين 10 بنفس الطريقة، صحيح حسب قانون العقد في النقطة أو العقدة A لدينا إي واحد تساوي إثنان زائد إي ثلاثة،
العقدة ب اي 3 تساوي اي 4 زائد اي 6 زائد اي 8. بالنسبة للعقدة سي لدينا اي 1 تساوي اي 7 زائد اي 8. بالنسبة للعقدة دي اي 7 تساوي اي 5 زائد اي 6. بالنسبة للعقدة او لدينا اي 5 تساوي اي 2 زائد اي 4. ومن العلاقة 1 نحصل على اي 3 تساوي 6 امبير. من العلاقة 3 نحصل على اي 8 تساوي 4 امبير. من العلاقة 4 نحصل على اي 6 تساوي 4 امبير. ومن العلاقة اي 5 نحصل على اي 4 تساوي ناقص 2 امبير. ومن العلاقة 2 نحصل على اي 8 تساوي 4 امبير. بما ان شدة التيار اي 4 سالبة فان المنحى معاكس للمنحى المشار اليه للتيار اي 4. اذا فالمنحى من او الى بي. إذن نشكركم على تتبع تصحيح هذه السلسلة من التمارين وطبيعة الحال إرشادكم إلى طريقة التصحيح وسمع طريقة التصحيح، وشكرا لكم والسلام عليكم.